طبعا أصبحنا نشاهد المرأة السعودية تبرز في كثير من المجالات، يمكن لاحظناها أكثر في مجال الرياضة أنها جالسة تأدي أشياء أو تجرب أشياء كثير حلوة وكثير مختلفة. طبعا حصلت أو الاتحاد السعودي للتايكوندو عمل دورة لتدريب المحكمات السعوديات. خلونا نشوف التقرير راجعين أكيد. هذه دورة مميزة، طبعا هي دورة للحكام المستجدين، ولكن مميزة بوجود أول حكمات سعوديات في رياضة التايكوندو، وهذا شيء يدعو للفخر صراحة. احنا كان لنا سابقة بأن كان عندنا مشاركات رياضية كلاعبات، تقريبا بدأت من 2018 دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، كانت أول رياضية سعودية تشارك في رياضة التايكوندو بشكل رسمي. ايضا تلتها مشاركات في بطولات دوليه، بطوله العالم ايضا كان عندنا مشاركه ايضا بلاعبتين. هاليوم صراحه فخورين جدا بوجود اول نواه لوجود حكام سعوديات، لانه تخطيط الاتحاد خلال المرحله القادمه ان شاء الله اقامه بطولات نسائيه في مختلف مناطق المملكه، وهؤلاء الحكمات باذن الله هم من سيديرون هذه البطولات. الدورة ولله الحمد أقيمت على 5 أيام متتالية، كانت المحاضرات فيها مكثفة جدا لمدة 5 ساعات يوميا، تنوعت من بين محاضرات عملية ومحاضرات نظرية، تلقوا المتدربين فيها ولله الحمد المعلومات اللي تؤهلهم بحول الله أن يكونوا حكام في المستقبل، وبحول الله تعالى نحن في لجنة الحكام وأنا كرئيس لجنة الحكام أسعى دائما إلى تطوير الحكم في الاتحاد السعودي للتايكوندو من خلال إقامة الدورات الداخلية، وكذلك فتح الفرصة وإتاحة الفرصة للحكام الدوليين بالمشاركات الدولية، ولله الحمد حصلنا على حكام وأفضلية حكام في البطولات التي كلفوا فيها حكام التايكوندو الدوليين، سواء من بطولات عالم أو بطولات آسيوية أو البطولات الدولية الجي 1 والجي 2. والله الدولة وفرت لنا ذا الشيء، عشان بحكم أن الرؤية سائرة جديدة وأنه السيدات ساروا في مجال الرياضة وصار لهم دور كبير، فالحمد لله يعني صدفت معانا أنه إحنا نكون في دي الدورة. يعني في البداية كانت الشروط شوية يعني شديدة علينا، وفئة عمرية معينة ولازم يكون أحزمة معينة ومعترف بها عشان تكون يعني في جودة عالية. والله هو الدورة هذه من أول دورات نسائية تقيمها الاتحاد السعودي للتايكوندو، ويحرص فيها الرئيس والعميد شداد أنه في تطوير الإمكانيات المرأة والكادر النسائي في المملكة العربية السعودية تماشيا مع نظرة 2030، والحمد لله والبنات متحمسين جدا ولهم طاقة إيجابية، وإن شاء الله بينجحوا هما بالدورة التحكيم ويطلعوا إن شاء الله في المنافسات العالمية إن شاء الله ويرفعوا رأس السعودية. هذه الدورة مميزة جدا لأنها حتطلع إن شاء الله وحتخرج حكمات أول حكمات سعوديات، وإن شاء الله يعني حنحكم في يعني دورات محلية ودورات يعني دولية، وهذا يعني فخر يعني ككون يعني سعودية ويعني أسوي هذا الشيء لبلدي وللاتحاد السعودي. طبعا بعد هالتقرير اكيد نرحب معنا بالاستديو بالاستاذ مهند الزعبي. حياك الله مهند. الله يحييك، اهلا وسهلا. احنا نعرف انه حرص الاتحاد السعودي انه يبرز المراه مره كبير، فابغى اعرف ليش حرصتوا بالذات انه انتم تعملون هالدوره، وفعليا ايش كان الهدف منه؟ طيب ممتاز. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، واشكركم على استضافتنا في هذا البرنامج الرائع اللي تركز في مواضيع الشباب. الاتحاد السعودي هذه بعد 40 سنه اول دوره حكام يقيمها كتايكوندو في المملكه العربيه السعوديه، يشارك فيها 6 فتيات. فهدفها الاساسي انه بكره ان شاء الله نبغى نقيم بطولات التايكوندو للنساء
خصيصا للنساء. فبالتالي بدون وجود عنصر الحكم في 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 رابط المباريات بالكامل لا يمكن ان تقيم مباراه. فعشان كذا لازم اسس حكام، ثم هذول الحكام ياسسوا مدربين، والمدربين ياسسوا لاعبين، ويصير في عندك قاعده كبيره للممارسه بعد كده. استاذ مهند، يعني الفنون القتاليه متنوعه مختلفه، لكن خلينا نتكلم شوي عن التايكوندو ونركز عليها. مدى اهميتها للجنسين؟ ممتاز. التايكوندو من الألعاب القتالية اللي تعتبر من أكثر الألعاب شعبية خاصة عندنا في السعودية، لأنها تعتمد على مهارة السرعة والخفة والانضباط. فبالتالي اهميتها للجنسين مهمه جدا، وخصوصا اذا بدينا من عمر صغير في السن. كم يعني ممكن تبدا من 5-6 سنوات وانت طالع. بالعكس، كل ما اخذتها من صغر كل ما صارت تعطيك لجسمك وعقلك امور اضافيه، زي ما نعرف العقل السليم في الجسم السليم. فبالتالي هي رياضه من مارشال ارت المحببه، وخصوصا التايكوندو عالميا في الاولمبيات، هي لعبه من الالعاب الاولمبيه، لانها لعبه فيها سيفتي عالي، فيها قوانين عاليه، فيها انضباطيه عاليه، وفيها عداله ايضا. جميل جدا. طب نتكلم شوية عن دورة التحكيم أستاذ مهند، يعني إحنا شايفين ما شاء الله 6 بنات كانوا متواجدات، لو تكلمنا أكثر عنها كيف كان أدائهم، إذا تقدر تعطينا النتائج حصريا يعني على قناة خليجية. طيب أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا كوني أنا المحاضر العام بالنسبة لهم، هذه أنا أول مرة أحاضر على دورة حكام مستجدين. ولكن اختارني رئيس الاتحاد العميد شداد العمري لي خلينا نقول بعض المهارات اللي يجدها فيني، وحابين نطلع جيل جديد. فبالتالي وكون خصيصا الدورة هذه فيها برضو اول حكمات سعوديه، لانه انت كمان الحكم الدولي. نعم انا حكم دولي، نعم الحمد لله، وماخذ على جائزه افضل حكم في بطوله العالم في 2017 والحمد لله رب العالمين. فبالتالي لازم اسس جيل جديد، يكون شباب، يكونوا هم من اللعبه طالعين كلهم. فاهميتها جدا موجوده. مستوى الحكمات صراحه الامانه احنا انا فوجئت كمهند انه في بنات سعوديات ما شاء الله تبارك الله بهذا المستوى صراحه. جميل. فما كنا نعرف انه في ناس عنده حزام اسود واحد دان تايكوندو، بنات سعوديات، بعضهم درس برا المملكه، بعضهم درس جوا المملكه، مارسوا وطبقوا اللعبه، وهم they are willing انه يصيروا محترفين سواء كحكم او مدرب. فانا فوجئت، توقعت اجي الى المستوى سيء يعني ما في. انت قلت دان تايكوندو. نعم. بس توضح للمشاهدين ولنا احنا كمان. نعم. ايش هو الدان؟ مرتبه الدان في الحزام الأسود. جميل. الحزام الأسود واحد دان هو أول حزام أسود تستطيع تحصل عليه بعد الأحزمة الملونة. ممتاز. واحد دان هو رتبة، يعتبر رتبة. 2 دان، 3 دان، إلى 9 دان كلاعب تستطيع تحصل على 2 دان وانت لاعب. بعد كذا 3 دان، 4 دان، 5 دان، إلى 9 دان هي استمراريتك في اللعبة سواء مدرب أو حكم. مع مدة زمنية تقدميها، يعني بين 2 دان و 3 دان 3 سنوات، بين 3 دان و 4 سنوات 4 سنوات، وبين 4 و 5 5 سنوات، هذا 5 دان تكون. فعمر بالإضافة إلى ممارسة، لما تقدمي على الدان الدولي تقولي أنا كيف استغليت السنين اللي راحت في التايكوندو، انا مثلا سويتها كحكم، غيري سواها كلاعب، غيري سواها كمدرب، اضافه لذلك هي رتبه الى 9 دان اعلى شيء في العالم. جميل جدا. وايش كانت نتائج البنات؟ معلش انا ابغى اقول انا اكيد لانه دحين البنات المحكمات ومنهم اللي طلعوا معنا في التقرير قاعدين يشوفون. نعم. يعني انا يمكن لست مصرحا ان اعطي هذه الاجابه، ولكن انا بالنسبه لي كتقييم وقيمته في اختبار عملي ونظري شفتم ما شاء الله جابوا اجابات جدا عاليه، ولكن ان شاء الله الهيئه العامه للرياضه هي اللي هتعلن النتائج ان شاء الله، ولكن كلنا متفائلين خير لان مستواهم كان فعلا جيد. حلو. يعني الخمسه بلا تفرقه بينهم. جميل. الحمد لله. استاذ مهند، انا ودي اسالك، زي ما تفضلت انه في قبول على رياضه التايكوندو من قبل البنات خصوصا. صحيح. في السعوديه. صحيح. اوكي. طبعا الحين البنات اللي متقدمات في هذه الرياضه خصوصا، كيف تقدر تقدم ولا وين تروح عشان لو تبغى تصير مثلا حكم في المستقبل؟ ممتاز، سؤال جميل جدا. طبعا الاتحاد السعودي للتايكوندو هو المصدر الاساسي لاي معلومه. حلو. فبالتالي انا انصح دائما الناس اذا يبغى يسجل تايكوندو، يبغى يسجل عياله تايكوندو او اخواته، او هي كبنت تبغى تسجل تايكوندو، انها تلجا للاتحاد السعودي، لانه هو عنده قائمه افضل المدربين، افضل الانديه. لا نروح لاي نادي بس ونسجل انه اقرب شيء لنا، لانه احيانا لاعب الدفاع عن النفس هذه اذا كان المدرب غير جيد قد يكرهك في اللعبه. او يطفي حماسك، او لا سمح الله يعلمك بطريقه خاطئه، اما من تمرين تسخين للحوض او كذا، فتكره اللعبه بسبه المدرب. صح. وقد تحب اللعبه بسبه المدرب. فانا يعني ادفايس للجميع انه يروح للاتحاد السعودي يسال عن افضل المدربين، وفي عندك مدرب المنتخب المملكه الكابتن فهد الدويسان للفئه السنيه الشباب، ما شاء الله يعني علم على نار، ويستطيع يروح له في الانديه حقته. جميل. احنا نعرف انه خطه الهيئه العامه للرياضه هو دعم المراه. تمام. خاصه في مجال الرياضه. صحيح. ابغى اعرف كيف ممكن تعززون هالدعم هذا، انها يعني خاصه بالرياضه، انها بناء المستقبل اذا. صحيح. نقدر نقول.
صحيح. طبعا احد الخطط الاساسيه في موضوع رؤيه 2030 هو زياده الوعي وزياده الممارسه للرياضه للشباب، واحنا نتكلم عن فئه الشباب لانه عندنا فئه الشباب فئه كبيره وغير ممارسين للرياضه صحيح. فبالتالي التايكوندو هي احد الرياضات هذه، فاذا اسسنا بطولات نسائيه تايكوندو معناته انت يور انكرجينج او قاعده تحمس الناس انه يدخلوا في البطولات كبنات. عشان يدخلوا كبطولات لازم يمارسوا في البدايه صحيح. تصير هوايه ثم تنتقل الى احترافيه مع التعلم ويوصلوا حزام اسود وكذا، ثم يشاركوا بطولات، ثم يصير عندهم فرعين اما يكملوا كمدربه او تكمل كحكم. هنا في لها ركوانات معينه، هنا في لها ركوانات معينه، ولكن لكل وحده كارير باث مختلف. جميل. معلش بنات اذا تسمحوا لي بس تعقيب على السؤال اللي سالته، انا بحس ان عندي معلومات قاعده اجمع معلومات. السؤال اللي سالتك اياه انه وين يروحون؟ طيب متى تعرف مثلا البنت انها الوقت المناسب او عندها الحزام المناسب ياهلها انها تدخل في دوره التحكيم هذه؟ ممتاز. طبعا دوره التحكيم لازم يكون عندك حزام اسود واحد دان مينيموم. اكيد. اي فبالتالي اي حزام ملون قبل الحزام الاسود ما يؤهلك ما يؤهلك. طيب الشيء الثاني ايضا في عمر، فبالتالي اذا انت فوق 32 ما يستطيع الانسان يدخل دوره حكام لانه اتس تو ليت. لانه تحتاج انت، انا مثلا انا قلت للطلاب عندي في الدوره اني في 2004 كنت مكانهم دوره حكام مستجدين، 2015 حكم دولي، فبالتالي في عمرها تاخذه بتبدا مستجد ثالثه ثانيه درجه اولى ثم بعدين تصير حكم دولي داخليا. فانت تحتاج 10 سنوات مينيمم داخليا ثم عشان تطلع دولي. فاذا بديت متاخر تو ليت يعني، فلازم بالعشرينات يبدا الحكم صراحه. يعني كنت ابغى اعرف اذا انا حقعد طول عمري بشكل متواصل. ايوه انا بدي كاراتيه مش تايكوندو بس يعني بامانه حببتني فيها يعني ما قلت انها سيفتي وانها افضل وانها تخلي الواحد ملتزم اكثر. يعني انا كنت اروح معها كلاسات وكنت اشوفها كيف مسكينه تتعب وتقول احنا بس نجري عرفتي؟ اي اوكي. بس هي الفكره يعني لانه انا اخوي كان يلعب تايكوندو سو اعرف انهم يستعملوا كيف طريقه جسمه مو بس الرجل، لا يكون رجل وايد. فان شاء الله باذن الله هذه بعد الهوى نتفق عليها. بس لما تقول انه انا مثلا هذه فتره السنوات على بال ما اصير محكم دولي، هي لازم يكون فيها التزام في الممارسه صح؟ يعني ما ينفع ان الواحد يكون مثلا سنه مريح صحيح. حتى يوصل يكون محكم او صحيح. محكمه يعني صحيح. هو اي شيء دائما اذا في استمراريه فيه دائما في تطور. فاذا اذا اذا ممارسه التايكوندو ما استمر بالشكل الصحيح الى الحزام الاسود بانضباطيه معينه هيفقد السكيلز والمهارات مع الوقت والامور هذه. فبالتالي لما يوصل الانسان حزام اسود يصير هنا هو في خيار اما يكمل كلاعب او مدرب او حكم. اللاعب كلنا نعرف ان اللاعبين خاصه في الرياضات القتاليه في عمر معين بعدين ما يستطيع يكمل فيصير ينحد بين شغلتين اما مدرب او حكم. انا مثلا اخترت على طول اصير حكم بحكم اني انا حسيت ان فيها ديسيجن ميكينج، الحكم لازم يكون عادل صادق امين في شفافيه. فهذه الامور انا احبها كشخصيه وتعطيني اضافه للسكيلز اداريا انا احتاجها فدخلت في مجال التحكيم. هو دائما احنا نقول حلو الدعم ايش ما كان صحيح. لما يكون رئيس الاتحاد موجود بالتدريبات يعطي حافز يعني اكيد نوجه له شكر العميد شداد العمري صحيح. فحلو دائما لما تدعمون طلابكم يعني انا اسميهم عيال أكيد. لما تدعمون عيالكم مره حلو صحيح. فهذا ممكن يعطيهم حافز اكبر. كلامك كلام تم وفعلا شكر جزيلا لرئيس الاتحاد لانه لولا الله ثم هو وانه شجعنا على هذه المبادرات صحيح. ما صارت يعني احنا كلنا عارفين في رياضات كثيره والعاب كثيره في السعوديه ولكن العميد شداد على راس الرياضه دائما اول باول دائما اذا راح المنتخبات تشارك يروح معاهم ينزل معهم الملعب. فالله يجزاه خير ابو فيصل صراحه مهتم جميل. ونوجه له كل التحيه وهو ايضا ماسك القطاع العسكري للرياضه في القطاع العسكري جميل. فما شاء الله عليه يعني يعطيك الف عافيه استاذ مهند. شكرا لك كثير تشرفنا اليوم بمقابلتك. شكرا لك. الشرف لي. الله يجزاك خير. خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين.